لدى لقاء سموه بوزير النقل السعودي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن جسور المحبة ربطت بين البحرين والسعودية منذ سنين طوال ومنذ أيام الملك عبد العزيز وحتى اليوم، قبل أن تربط بينهما الجسور الإنشائية. ورسخت جسور المحبة العلاقة بين البلدين من آباء وأجداد، وعززتها الجسور الإنشائية التي سهلت النقل بين البلدين، مشيرا سموه إلى أن المملكتين يجمعهما تاريخ مشترك وعلاقات وأواصر وعمل دؤوب ومستمر لصالح شعبي البلدين. وأضاف سموه بما أن حققته المملكة العربية السعودية في قطاع النقل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعد نجاحا باهرا، وبخاصة في المشاعر المقدسة، والتي لم تكن لتتحقق لولا الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومته الرشيدة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه في الرفاع معالي الدكتور نبيل بن محمد العمودي وزير النقل في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي نقل إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتمنيات سموهما لمملكة البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. فيما كلفه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنقل تحيات سموه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتمنيات سموهما بموفور الصحة والسعادة، وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام الرفعة والتقدم. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه الزيارة التي تعكس عمق علاقات المحبة والتعاون التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدا سموه أهمية تكثيف اللقاءات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين لما لها من أهمية في زيادة وتيرة التعاون والتنسيق المشترك الذي يرتقي بأوجه التعاون في شتى القطاعات. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تحقيق التكامل العربي والخليجي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل ما تموج به من تحديات. من جانبه أعرب وزير النقل بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من دعم واهتمام بكل ما من شأنه توطيد التعاون بين البلدين الشقيقين، منوها بما يمتلكه سموه من رؤية وما يتخذه من خطوات لتعزيز مسيرة العمل العربي والخليجي المشترك، مشيدا بما تشهده البحرين من تطور ونماء في مختلف المجالات.